السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. إخواتي، أقدم لكم مواقيت الصلاة على القاهرة اليوم وعلى الأسكندرية وبعض محافظات الجمهورية ليوم الأحد 16 يونيو 2024، 10 ذو الحجة 1445. كل لحظة وحضراتكم بخير وصحة وسلامة يا رب العالمين. اللهم تقبل مني ومنكم صالح الأعمال. عيد أضحى مبارك عليكم. اللهم تقبل منكم ومنا صالح الأعمال. مواقيت الصلاة على القاهرة اليوم: يؤذن الفجر في 4:07، الشروق في 5:53، يؤذن الظهر في 12:56، يؤذن العصر اليوم في 4:31، يؤذن المغرب اليوم في القاهرة في 7:58، تؤذن العشاء في 9:32. مواقيت الصلاة على الإسكندرية: الفجر في 4:07، الشروق في 5:56، الظهر في 1:01، العصر في 4:40، المغرب في 8:06، العشاء في 9:42. مواقيت الصلاة على المنصورة: الفجر في 4:02، الشروق في 5:50، الظهر في 12:55، العصر في 4:33، المغرب في تمام الساعة 8:00، العشاء في 9:35. مواقيت الصلاة على محافظة الغربية: الفجر في 4:05، الشروق في 5:52، الظهر في 12:57، العصر في 4:35، المغرب في 8:02، العشاء في 9:37. مواقيت الصلاة على محافظة قنا: الفجر في 4:17، الشروق في 5:57، الظهر في 12:50، العصر في 4:15، المغرب في 7:43، وتؤذن العشاء في 9:11. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بشكركم إخواتي فضلا ولا ثمرا الاشتراك في قناتي أنا وحياتي ولايك للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله.